إذا قيل أيجوز أن يسافر المسلم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقل لا يجوز، فلا تشد الرحال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام كما قال، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. تذهب إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي لا للقبر، بل لو ذهبت إلى المسجد النبوي ولم تزر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا إشكال، لكن لو زرت في سفرك وأردت شد الرحل من أجل المسجد النبوي وزرت بعد ذلك قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا للتوسل به أو لدعائه أو الاستغاثة به، لا، وإنما تتذكر أن أعظم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه نزل به الموت، أفلا ينزل بك أنت يا من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك ما ورد من أحاديث في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤقتة أو مقرونة بالفراغ من الحج أو كانت عامة، كل حديث ورد في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محددة بزمن أو مطلقة فإنها لا تصح، كما نبه على ذلك المحققون من أهل العلم.